والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الاندودونتكس الثالثة، New Trends in Endodontics، يعني فناتك وحركات جديدة في الاندودونتكس ما كانت تستخدم زمان. أول حاجة عندنا الاندودونتكس مايكروسكوبس، اللي هي مايكروسكوب يستخدم يكبر الوركينج فيلد بحيث أنه طبيب الأسنان يشوف بشكل أكبر ويشوف أكثر. One of the most revolutionary developments in the field of endodontics is the microscope, which provides greatly enhances a clinical ability to view the tiniest detail inside patient tooth by magnifying vision up to 25 times that of the naked eye. حيكبر لنا إلى 25 مرة، حيمكن الطبيب من أنه يشوف أدق التفاصيل في فم المريض. طيب الميكروسكوبز aid in، شي ساعد الميكروسكوب، شي ساعدهم فيه location of canals or missed canals، تحديد القنوات، مكان القناة بالضبط، أو إذا كان في قناة هم ما كانوا شايفينها من أول. Locating and removing separated instruments، تحديد وإزالة الانسترومنتس اللي مكسورة داخل الأسنان. Cleaning and shaping the canal، تنظيف وإعادة تشكيل القناة. Filling of the canal، اللي هي حشوات القناة بشكل مضبوط، يتأكدون أنها محشية تمام 100%. Preserving more tooth structure، كمان لما يكون الرؤية مرة مكبرة هنا حيحافظوا على التوث ستراكشر، وهم يحفرون يعني حيكون شايف مضبوط هو حيحفر فين، فما يحفر لي أشياء ما لها لازم. Produces complete endless time، procedures completed endless time، الإجراء حيكمل في وقت أقل. Reduced procedural errors، تقليل أخطاء الإجراءات، الأخطاء حقت الإجراءات حتقل لما يكون الرؤية واضحة ومكبرة. طيب عندي حاجة كمان اسمها الاندو اكتيفيتر، يعني إيش الاندو اكتيفيتر؟ is a new type of irrigation system، it is based on sonic vibration of a plastic tip in the root canal، هي نظام يسمح للإريجيشن سيستم، اللي هو يساعد الإريجيشن سيستم أو غسيل القنوات أو تروية القنوات بالمحاليل اللي هم يستخدمونها، اللي هي مثل الصوديوم هايبوكلوريت ولا السلاين نورمال سلاين ولا الهيدروكسيد البروكسيد هيدروكسيد، فيستخدمونها مع هذه الاندو اكتيفيتر. هذه تشتغل بالموجات الصوتية، حتهتز تمام، حتخرج لي أي رواسب أي دبريز موجودة داخل في القناة حتطلعها. Facilities irrigate penetration and mechanical cleansing compared with the needle irrigation، تمام، حتكون مرة فعالة مقارنة بالإرجيشن العادي اللي بالإبرة. With no increase in the risk of irrigation extrusion through the apex، كمان ما فيها خطر من انه الاريجيشن يطلع من الابكس. احيانا اذا سووا اريجيشن بالابرة يضغطون زيادة فالابرة تخترق الابكس، فالاريجيشن كمان يطلع من الابكس، فهذه الاداة ما فيها هذا الخطأ. الروتري فايلز انسترومنتس، عندي الروتري فايلز انسترومنت اللي هي اللي تستخدم، الفايلات اللي تستخدم بالروتري اللي لها آلات روتري. A new generation of endodontic instruments made from alloy nickel titanium اللي هو النايتاي has added an excellent improvement to the practice of endodontics، جيل جديد من أدوات الاندودونتيك اللي تستخدم في العصب مصنوعة من النايتاي أو النايكل تنتانيوم،
أدت إلى تطور كبير في مهنة الأنتودونتكس. The super elasticity of nickel titanium is the property that allows it to return to its original shape. This property makes nickel titanium endodontic rotating files more flexible and better able to confirm a canal curvature, resist fracture, and undergo less wear than stainless steel files. قدرتها الهائلة على الانحناء الفايلات هذه، مرونتها خلتها خيار مثالي يعالجون في قنوات الأعصاب، بالذات القنوات اللي يكون فيها انحناءات، فقابلية انها تنكسر مرة قليل، واحتمال انها تنكسر مرة قليل اكثر من الفايلات اللي العادية اللي باليد اللي تستخدم اللي مصنوعة من الستانلس ستيل. Therefore, it is advised to use the nickel titanium instrument in one of the following cases. لذلك يوصون أنه تستخدم هذه الفايلات اللي هي من النايتاي الروتري في الحالات التالية: difficult canals القنوات الصعبة، severely curved canals القنوات اللي مرة منحنية. طيب عندنا حاجة اسمها light speed rotary instruments اللي هي LSX has a non-cutting pilot or short blade, thin and flexible shaft. This is design make it more flexible than any other instrument. This system consists of 20 instruments in size 20 to 160, in length of 21, 25, and 31 millimeters. اللي هو موجود أطرافه غير اللي هي الرأس حقه غير حاد غير قاطع وقصير ومرن، الشافت حقه مرن، نحيفه مرن، تمام، وتصميمه يسمح له أنه يكون مرن أكثر من أي أداة أخرى. المقاسات اللي موجود فيها 20 مقاس، من مقاس 20 إلى مقاس 160 مقاس الهيد أنا أتكلم، تمام. واللينث الأطوال موجود عندي بالأطوال 21 و 25 و 31. طيب البروفايل سيستم، it has a set of 29 files come in different tapering من اللي هو 0.02 و 0.04 و 0.06 in different lengths. يعني موجود عندي بسماكة ثلاث سماكات اللي هو 0.02 0.04 0.06. الأطوال مختلفة، made of nickel titanium alloy، مصنوع من النيكل تيتانيوم. Their main function is to clean and shape all area of root canal system. The high flexibility of these finishing files allows gentle root canal preparation especially in the apical third. لما يوصلون للجزء الأخير من القناة أو جهة الإبكس يفضلون أنهم يستخدمون هذا البروفايل سيستم لأنه مرن مرة ويحمي الإبكس من أنه يخترق الفايلات، أنها تخترق للإبكس. طيب البروتيبر سيستم، it has only 6 instruments 3 shaping files اللي هي الSX والS1 والS2 و 3 finishing files اللي هي الF1 والF2 والF3 بس. هذا كل المكتوب انه موجود منه نوعين، نوع موجود منه 6 instrument، 3 للشيبنج اللي هي لتشكيل القنوات، وثلاثة ايش للفينيشنج، تمام. المقاس حق الشيبنج حيكون S1 و S2، تمام. الفينيشنج حيكون F1 F2 F3. طب الجي تي روتري سيستم او الجريتر تيبر فايل، ذا انسترومنت سايز رينج فروم 20 تو 150. This system set includes an instrument of 3 apical diameters
اللي هو الجي تي 20 والجي تي 30 والجي تي 40 with a varying tapered of 10.10.08.06.05. This system is not suitable to be used in narrow and curved canals. هذا النظام غير قابل انه يستخدم في القنوات الضيقة والمتقوسة. مقاساته من 20 إلى 150. السيستم فيه ثلاث مقاسات من جهة الابيكال اللي هي الجي تي 20 والجي تي 30 والجي تي 40. هذه المقاس حق الابكس حقته، تمام. طيب المقاس التيبرد، مقاس الإبرة نفسها حيكون 0.10 و0.08 و0.06 و0.05. طبعا لأنه مصنوع من الستانلس ستيل ما ينفع في القنوات الضيقة وما ينفع في القنوات المتقوسة لأنه حينكسر. طبعا هذا النظام غير مستخدم. الهيرو 642. هيرو stands for high elasticity in rotation 642. The file are available in size ranging from 20 to 45. The instruments are relatively flexible but maintain an even distribution of force into the cutting area. الزبدة أن النظام سيء وما يستخدم وغير مستخدم ولا يستخدمون كثير من النهاية يعني، لكن مجرد أنكم تعرفون عنه ويجي عليه أسئلة. أغلب الأسئلة تجي على نظام الروتري اللي هي مقاساته، إيش المقاسات المتوفرة منه، إيش هي أحجامه، فتحفظونها حفظ. الروتري تحفظونها حفظ زي ما هي. K3 روتري سيستم. K3 comes in the form of canal shaping file and orifice openers. يعني حيكون موجود نوعين، النوع اللي يشكل لي القناة والنوع اللي يفتح الأورفيس حق القناة. The instrument will have two color bands، فيها لونين. On the handle the top band signifies the taper. التوب باند حيمثل لي التابر، مقاس التابر. وthe bottom band close it to the business end confirms the standard of ISO sizing. يعني اللي تحت، اللون اللي تحت حيمثل لي مقاس التابر، اللي فوق حيكون مقاس اللي هي اللي هو قديش هو نحيف او قديش هو عريض. برضو هذا مش موجود وما يستخدم. K3 color coding. K3 available in 6 tapered، موجود 6 مقاسات. البنفسجي 0.12، الوردي 0.10، التركواز 0.8، البرتقالي 0.6، الاخضر 0.4، الفايلت او البنفسجي الفاتح 0.2. The 0.2 K3 is available in tip size from 15 to 45. The 0.4 available from 15 to 60. The 0.6 command available from 15 to 60. طبعا كمان هذا ما يستخدم، مجرد انكم تعرفون عنه وتحفظونه. The twisted file nitai TF. This rotary system is strong, flexible and more resistant to breakage. The system has single size 25. هذا النوع هو مقاوم للكسر، مرن جدا، قوي جدا، ما ينكسر، موجود بمقاس واحد اللي هو ال 25. الريسي فايل سيستم. ريسي stands for reamer with alternating cutting edges. The design of the file consists of twisted area
alternating with a straight area. This design reduced the tendency to screw into the root canal. يقول لكم انه موجود التابرد حقه فيه مناطق twisted ومناطق سادة ما فيها twisted، مناطق يعني يختلف التويستد حقه مش منتظم، عشان ايش؟ عشان يضمن لكم انه ما يثبت في القناة. احيانا اذا كان التويستد حقه منتظم وهم يحفرون في القناة فيقوم الفايل يصير زي لما يفرون المسمار اللي فيه الحلزوني في مكانه يثبت فيه، لازم يفرونه بالعكس عشان يطلع. هذا لا، هذا يضمن انه ما يصير للفايل سكرود في القناة، انه ما يثبت في القناة. طب الروتري سيستمز، الاجهزة اللي نركب فيها الفايلات اللي فوق هذه، عندي البروفايل روتري used to shaping and finishing the canals faster and easier. يستخدم في تشكيل وانهاء القنوات اسرع واسهل. الاكس سمارت روتري، طبعا ممكن يكون موجود اي واحد منهم في العيادات. الاكس سمارت روتري used to shaping and finishing the canals faster and easier، نفس الشيء. طبعا هذه الاكس سمارت روتري والبروفايل روتري كلها نقدر نركب عليها الفايلات هذه اللي فوق كلها. اكثر واحد مستخدم في العيادات راح تشوفونه اللي هو النظام هذا، اللي هو النظام هذا البرو تيبر سيستم. اكثر شيء بتشوفونه برو تيبر سيستم والبروفايل سيستم، هذا اكثر نوعين حتشوفونهم. هذا ما راح تشوفونه نهائيا، والجي تي كمان ما راح تشوفونه، والهيرو ما راح تشوفونه، والكي ثري كمان ما راح تشوفونه. هذا ممكن بعض العيادات أنا شفته فيها، وكمان الثاني هذا الأخير اللي هو الريسي، هذا كمان شفته كثير في العيادات. وكذا خلصنا المحاضرة، والله يوفقكم ويفتح عليكم، ولا تنسوني من دعواتكم. طبعا هذه المحاضرة مرجعها مختلف عن الكتاب، تمام؟ اللي هي مرجعها مش كتاب المودرن دنتال اسيستنت، فزي ما هي كذا تحفظونها زي ما هي من السلايدات، تحاولون ترجعون للمودرن دنتال اسيستنت الشابتر نفسه في الاندودونتك، وتشوفون الانسترومنت الموجودة في الكتاب وتراجعونها. والشيء اللي يصعب عليكم ما قدرتوا تحفظونه لا توقفون عنده، سكيب واحفظوا غيره، علامة تروح ولا كل العلامات تروح. والله يوفقكم ويفتح عليكم.